عايزه اوريكم المورته وهي تحت يا جماعه، شايفين يا جماعه المورته تحت اهي، والزبده منفصله عنها، شايفين ما شاء الله. يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم. اول حاجه وحشتوني جدا جدا. تاني حاجه هنسمي الله ونصلي على حضره الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفيديو ده كله خير يا جماعه، زي ما انا قلت لكم من فتره كده، قلت لكم فيديو التوفير ازاي نوفر عشان الشهر الكريم. انا كل شهر كنت بجيب كيلو زبده لحد ما وفرت 4 كيلو هم ما شاء الله، وقلت هسيحهم معاكم عشان اوريكم طريقه الايه التسييح بتاع الزبده، واقول لكم الزبده الاصليه ازاي تعرفوها، والزبده اللي هي المغشوشه ما نجيبهاش. خلاص يلا نسمي الله. حطيت حله اهي، ولع عليها النار وهنضيف بسم الله، ونحطهم في حلة تكون جاهزة. بسم الله، دول 4 كيلو يا جماعة. بس وانتي بتسيحي الزبدة ما ينفعش تسيبيها وتروحي تعملي اي حاجة تانية، لازم تفضي الزبدة تماما، لان عشان الزبدة ما تتحرقش معاكي. الزبدة الاصلية يا جماعة اول ما بتحطيها على طول على النار زي ما انا حطيتها كده، ريحتها بتبقى جميله وبتفج في البيت كله، وتبي شامه الريحه، ريحه جميله. اما الزبده اللي هي ما بتبقاش اصليه، اول ما بتضيفيها يعني 5 دقايق بالظبط وتلاقيها عماله تفور وتغلي كده، دي مش الاصليه يا جماعه. انا جايباها من مصدر موثوق منه من عندنا هنا كده، من واحده انا اعرفها بجيب منها على طول الخزين بتاع الايه الشهر او الشهرين اللي انا هعمله. شايفين يا جماعه الجمال بتاعها، وبعدين الزبده كمان اللي هي مش اصليه يا جماعه ما بتطلعش اللي هي المرطه، اللي هي المرطه الجميله اللي بتبقى تطلع بعد ما تسيحي الزبده خالص وبتحطي عليها شويه ملح وتاكليها بعيش، دي بتبقى جميله جدا. هنخزنها بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده عشان الشهر الكريم، لازم تتخزن متسيحه. انا كنت مخزناها في الفريزر، بس لو انت هتخزنيها بره الفريزر ما ينفعش تخزنيها من غير تسيح، لازم تكون ايه متسيحه لو انت هتحطيها في الثلاجه. انما لو انت هتخزنيها زي ما انا كنت عاملاها كده جايباها كده، هتحطيها في الفريزر دايركت على طول عشان خاطر ايه ريحتها تبقى كويسه. فدي انا هسيحها واشيل المرطه منها واصفيها ونحطها في برطمانات في الثلاجه. هنعمل منها بقى كنافه، ناخد منها حته، نعمل منها صينيه رقاق، لو فاض مننا لحد اخر الشهر هنعمل منها كحك، نعمل منها الغريبه الجميله الناعمه اللي احنا بنعملها دي. فهنشوف هنعمل ايه. انت طول ما انت بتجيبي طول الشهر تجيبي ايه نص كيلو وتركنيه في الفريزر، يوم ايه تنفع معاكي تعمل معاكي كميه كبيره زي ما انا عملت كده. هسيحها بقى خالص ونفككها ونشوف هنعمل ايه. شايفين يا جماعه السمنه شكلها عامل ازاي؟ ده كله بقى في المرطه بتاعتها، يبقى كده دي السمنه الاصليه. هنحط بقى نضيف ايه شويه ملح صغيرين خالص، مش هتحدقها ولا هتعمل فيها اي حاجه، الملح ده هينزل في المرطه مش هينزل في السمنه، بس عشان تظبط الطعم بتاع الزبده. خلاص خلاص زي ما انتم شايفين كده بدا يعمل رغوه فوق اهو، اللي هي المرطه بقى. اول ما يغلي معانا بقى هوريه لكم عشان اوريكم الايه المرطه وهي بتنزل في الايه في قاع الحل. شايفين يا جماعه بدات تفصل اهي المرطه، اهي بدات تحبب اهي زي ما انتم شايفين كده عن الزبده. قدامها حوالي 10 دقائق ان شاء الله واوريكم احلى زبده في الدنيا. شايفين يا جماعه خلاص بدات المرطه تنزل تحت زي ما انتم شايفين كده، شايفين يا جماعه، والزبده بدات تفصل اهي ما شاء الله ما شاء الله، احلى زبده. شايفين لونها اصلا يا جماعه ما شاء الله ما شاء الله، عايزه مني دقيقتين اتنين بالظبط. انا ما بحبهاش يا جماعه غامقه، فانا بطلعها كده مخضره كده جميله، يعني دقيقه واحده واطفي عليها لانها وهي على البوتاجاز تاني بعد ما البوتاجاز بينطفي بتاخد غلوه كمان منها لنفسها، ماشي، لانها تفضل لوحدها كده. المرطه تحت بقى يا جماعه زي ما انتم شايفين كده اهي. خلاص يا جماعه الزبده معانا بقت جاهزه، انا هطفي عليها. خلاص يا جماعه شايفين لما طفيت عليها بتغلي برده ازاي لحد بقى ما المرطه تترسب تحت. خلاص الزبده اهي خرجت من المرطه بقت جاهزه ما شاء الله، 5 دقايق وارها لكم على ما تبرد. عايزه اوريكم المرطه وهي تحت يا جماعه، شايفين يا جماعه المرطه تحت اهي والزبده منفصله عنها،
شايفين ما شاء الله، اول ما تبرد بقى اوريها لكم. يا جماعه الزيت ده ما شاء الله ما شاء الله، حاجه كده جميله. انا جبت سلطانيه عندي اهي ميلامين منشفاها كويس. بسم الله بسم الله، شايفين لونها يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله، شايفين لون الزبده يا جماعه ليه ازاي؟ وكمان جبت علبه الثلاجه افضي فيها الباقي. بسم الله بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، عملت لي كميه حلوه قوي زي ما انتم شايفين كده. شايفين بقى يا جماعه المرطه اهي، المرطه خلاص فتحت اهي في الايه فقاع الحل، شايفين اتصلت اهي عن بعضها اهي، شايفين هنخلصها هنعملها للشهر الكريم. كل سنه وانتم طيبين. ده اللون ده يا جماعه هو ده اللون الطبيعي للزبده، ما رضيتش اغمقها اكتر من كده عشان تبقى لونها حلو. لو عملتي بيها اي حاجه في رمضان او اي حلويات هتديكي اللون الجميل، وكمان مش حادقه وتحفه بصراحه ما شاء الله. لو شفتوا الفيديو وعجبكم اكتبولي في التعليقات، لو في اي استفسار ممكن تكتبولي برده في التعليقات. وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلينا، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والى اللقاء، باي باي.